عن هذا الملف ينضم إلي المستشار الاقتصادي ومدقق الحسابات الأستاذ عمر فندي. مساء الخير أستاذ عمر. قبل الحديث عن هذه الاقتراحات لرفع قيمة الضريبة أو القيمة المضافة وغيرها من الضرائب، يعني العجز المالي وصل إلى 10 مليارات شيكل، كيف ينظر لهذا المبلغ المهول مقارنة بفترات سابقة، وما أبرز الأسباب التي أدت للوصول إلى هذا العجز؟ أنا بدي أرجع على 3 مراحل من ناحية زمنية. إحنا نتنياهو بالحكومة السابقة أترك الحكومة مع عجز حوالي 60 مليار شيكل، استلم الحكومة هاي مع عمليا فائض ب 40 مليار شيكل، وخلال فترة قصيرة نجح أنه يصل لعجز 10 مليار شيكل. العجز هذا نتيجة في تراجع في جباية الضريبة، المصالح مش عم تربح كفاية الفترة الاقتصادية السابقة اليوم، فعمليا ميزانية الحكومة مصاريفها مش عم تتغطى بالدخل تبع الحكومة، فبيكون عندي عجز فوق العجز اللي كان في المقترح في الميزانية. كان العجز يكون المقترح يكون 3% من مجموع مجمل الميزانية، ولكن احنا اليوم بحكي على عجز بكثير اكبر، والعجز هذا تراكمي، يعني متوقع الشهر القادم يكون العجز اكبر واللي بعده يكون اكبر بسبب تراجع في جباية الضرائب، تراجع في ارباح الشرك، وتدهور الحالة الاقتصادية العامة في الدولة. وبالتالي المقترحات بالنسبة للحكومة أو لوزارة المالية رفع يعني قيمة أو قيمة ضريبة القيمة المضافة، تأثير ذلك على يعني المشهد العام، أصحاب المصالح، المستهلك، فيما لو يعني تم إقرار ذلك؟ أنا بس بدي أفرق بين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافية. ضريبة الدخل نفرضها على الدخل، والعجز صار عندنا لانه ضريبه الدخل كان قليل فالضريبه تبعته كانت قليله. اما الضريبه الاضافيه فهي ضريبه على المستهلكات. ضريبه المستهلكات حتى لو عندك عجز، حتى لو انت فقير، حتى لو عندكش، طبعا هي بتكون شامله عمليا كل عيله بدها تصير تدفع للدوله. لما ضفنا احنا من 17 ل 18% بده يزيد 1% من مصاريفها للدوله تندفع، حتى لو كان في عجز عند العائلة هاي، حتى لو في الدين، حتى لو في خسارة راح تدفعها. راح العملية هاي راح تضر أكثر بالفقراء بشكل أول، بعدين بالأغنياء بشكل ثاني. هاي أسهل ضريبة ممكن الحكومة تحطها وتشبيها بشكل سريع. طب أستاذ عمر، ماذا عن يعني هذه الضريبة التي أيضا من المتوقع أو على الأقل يجري الحديث عنها، فرض ضريبة على الميراث، لماذا؟ نعم، في منذ أكثر من 10 سنوات تحاول سلطة الضرائب فرض ضرائب على الميراث، إنه تحط للدولة تحط إيد في جيبة كل مواطن وكل شخص بنتقل لإله رأس مال، مع إنه إذا بحال باعها راح يدفع الضريبة عليها، ولكن هنا ما فيش صفقة، بينما أخذ ورثة فبتنحسب كصفقة وسيتها الدولة بدها حصتها. هاي عمليا احنا استعجلت الصفقة اللي كان ممكن تيجي كمان 5 سنين او كمان 10 سنين. انا ما بدي استنى انك تبيع، انا بدي اخذ حصتي كدولة في الوقت الحالي، وهي عمليا انا باخذ من حساب المستقبل حتى اصرف اليوم، خطة من سلطة الضريبة حتى تعزز الجباية الآنية اليوم على حساب جباية في المستقبل. يعني انا كنت بنظر عليها كمان تجنيد اموال الدولة اللي كانت فيه في سنة الكورونا، سنة 20 نجحت في تجنيد أموال نظراً لتدريج الائتمان اللي كان عالي جداً. اليوم إحنا في تدريج منخفض، التجنيد الأموال بيكون صعب خارجياً، فبحاول أفرض قوانين اللي أنا أحاول أخذ ضريبة المستقبلية أخذها اليوم، إنه في حال ورثي فبأخذها اليوم بستناش إنه الورثة يبيعوا حصتهم حتى تصير في صفقة وأخذ عليها ضريبة. نعم، ولكن على ما يبدو أستاذ عمر، حتى على يعني وصف الوضع الاقتصادي العام في إسرائيل لا يوجد اتفاق، يعني بعد قرار موديز رئيس الوزراء نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش خرجا ببيان مشترك وقالا أن الاقتصاد الإسرائيلي قوي وثابت، ونسمع الآن أن هنالك جهات داخل وزارة المالية تقول أن الوضع غير جيد على الإطلاق، ويعني لن يكون هنالك موافقة على يعني التوصل لإقرار بشأن هذه الضرائب.
أنا اللي بحكي إنه هيك نتنياهو وسموتريتش ما لقوش أي شخص ثالث في كل الدولة، في كل الخبراء الاقتصاديين يوافقهم على رأيهم. كل الخبراء اللي حاول يجندهم نتنياهو يوقفوا في خطه بأنه الدولة في وضع اقتصادي منيح وقوي وهيك كانوا ضده. بنبلش في مدراء البنوك ورؤساء الشركات ورؤساء شركات الهايتك اللي حذرت نتنياهو، واللي كانت المفروض تكون هي من صف نتنياهو، حذرت نتنياهو انه اذا استمريت احنا في وضع خطر جدا. شفنا الخطر اللي عم بمر فيه البنوك، شفنا اليوم تصريح من محافظ بنك اسرائيل، تصريح غريب جدا انه وضع البنوك في اسرائيل مستقر. عملية التصريح هذا هي خطيرة جدا بحد ذاتها، ليش تخرج أنت في تصريح من الشكل لو ما كانش في حاجة له، حتى لو أنك تقول أنه هي مستقرة. السياسة، الوضع الاقتصادي هو وضع صعب على الشركات بشكل عام. سنة 23 كل الصفقات إن كان في العقارات وإن كان في السيارات وإن كان في مستوى افتتاح المحلات عم بيكون في تراجع، بتراجع كبير جدا. وكل الخبراء الاقتصاديين عم بيحذروا من خروج الاقتصاد من السيطرة، إنه اليوم رأس المال عم بيطلع لخارج البلاد. وشفنا كمان تدهور قيمة الشيكل، وكمان في شغلة إنه إحنا بنشوفنا إنه في حرب على محافظ بنك إسرائيل، حرب خفية. إحنا بنلاحظ إنه لم يتم رفع الفائدة بأول الشهر أو بآخر شهر 4، وإنما تأجلت إلى آخر شهر 5. من المتوقع كان لو كانت اليوم كان لازم ترفع على الأقل بربع درجة. إذا تأجلت لشهر 5 راح يكون الرفع بكثير أكثر، راح يكون محافظ بنك إسرائيل مجبر على الرفع بفائدة أكبر. وإحنا شفنا إنه تأثيرها بيكون كبير على مستوى قطاعات كبيرة، منها قطاع العقارات وقطاع الهايتك. الهايتك عم بخرج لبريد الدولة، بنشوف إنه مليارات الدولارات عم تخرج باستثمارات لشركات جديدة إلى خارج البلاد، وبنك إسرائيل عم بحذر من خروج هاي الأموال. بتأثر كمان على نسبة شعر حلفين بين الدولار والشيكل، وتأثيره بشكل عام على النمو الاقتصادي للسنوات القادمة علينا. إذن كل هذه الخطوات تؤثر بشكل جلي وواضح على المشهد الاقتصادي العام في البلاد. جزيل الشكر لك على هذه الإيضاحات، المستشار الاقتصادي ومدقق الحسابات الأستاذ عمر فندي، شكرا جزيلا لك.